نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات اللي وصلنا من خلالها إلى آخر موضوعات أمسية اليوم، وتحديدا مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. ومن أجل تحقيق نشر ثقافة التحكيم بين رواد الأعمال، تم توقيع اتفاقية بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، توحيدا للجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تعتبر هذه الاتفاقية خطوة رئيسية في إطار دعمهم وفرصة لهم للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وكذلك تعزيزا للقطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة الشارقة. وللحديث أكثر حول تفاصيل هذه الاتفاقية وأهميتها، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد العبيدلي، باحث قانوني في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم، والأستاذ هيثم الشرقاوي، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا. أهلا وسهلا يا مرحبا. أبتدي معك يعني أخ أحمد، حثونا عن هذا التعاون فيما بين تحكيم وما بين رواد، شكل هذا التعاون وكيف بدأ هذا التعاون؟ هذه كانت بناء على مبادرة مجلس الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، لأن نحن وضعنا عدة مبادرات والهدف منها هي نشر ثقافة التحكيم. فكانت الاتفاقية يعني هذه نتيجة المبادرة اللي تمت بيننا وبينهم يعني. جميل. أستاذ هيثم، لا شك بأن مثل هذه الاتفاقية تسعون من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. أبرز صحيح. هذه الأهداف التي تسعى الاتفاقية لتحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع. خلينا ننطلق الأول من إيه أهداف المؤسسة أو دور المؤسسة. إحنا مؤسسة الشارقة أسست وهدفها إن هي تساعد رواد الأعمال المواطنين في إن هم يفتحوا مشاريع في إمارة الشارقة، والمشاريع دي تستمر وتستدين. من دايما إحنا بنعمل تحليل للعقبات أو المشاكل أو التحديات اللي بتقابل رواد الأعمال. فمن أحد التحديات ديت اللي هي المشاكل القانونية أو النزاعات بين الشركات أو بين الأطراف. طيب النزاعات دي تأثيرها إيه؟ إن هي بتاخد وقت أكتر، تستهلك موارد المشاريع، تستهلك رواد الأعمال، فكان لازم نجد لها حلول. حلولنا التقليدية أو الحلول السابقة كانت إن إحنا نعين مستشارين قانونيين، ندي نصح، ندي ورش قانونية، لحد ما بدأت مبادرة مركز تحكيم وجابوا لنا حل إضافي اللي هو التحكيم التجاري، وإن إزاي بيحل إن هو يختصر الوقت والزمن والجهد على رواد الأعمال، فيساعدهم إن هم يستمروا في التركيز على أنشطتهم وتطوير المشروع. يعني رواد حرصت على أن يعني تستبق فكرة تمويل المشاريع بتحديدا تثقيف رواد الأعمال في هذا الجانب القانوني بالتحديد. بالضبط. قبل شروعهم في تحديدا مشاريعهم ولا بعد البدء؟ سواء كده أو كده. لأن حتى مرحلة، حتى خلينا نقول مشروع بياخد فرنشايز أو حقوق امتياز تجاري، فحيبدأ يعمل تعاقدات، هيبدأ يتعاقد مع مؤجر، فبيبدأ الإجراءات التعاقدية من مرحلة التخطيط للمشروع. فهنا مهم إن هو ياخد الثقافة، طب بدأ ومشي وحصل خلاف أو حصل نزاعات إزاي يتصرف فيه. فهي مرحلة تعزيز الثقافة القانونية وخصوصا ثقافة التحكيم. صحيح. بترافق رائد الأعمال في رحلته من مرحلة الحلم بالمشروع للتخطيط ليه لتأسيسه لحتى النمو والتطور والتوسع في المشروع. صحيح. لو نتحدث أخ أحمد عن يعني بعض من تفاصيل وبنود هذه الاتفاقية، على ماذا تتضمن؟ هي استاذي الاتفاقية الدور حول تبادل الخبرات ونشر الثقافة القانونية بالمقام الأول. أنت استاذي مثل ما أنت عارف، رائد الأعمال يوم يبي يوقع عقد، يوم يبي يبدأ عمل جديد، فلازم يكون ملم يعني خاصة بموضوع النزاعات. صحيح. موضوع النزاعات موضوع شائك، فلازم يكون على ألمام تام. إذا في حال حصلت مشكلة، التزامات ما كانت واضحة، محتاج أن يفسر نقطة النزاع، بند معين مختلفين عليه، فلازم تكون آلية واضحة وين يتجه بالضبط. هذه وأنت أستاذي مثل ما تعرف يعني التحكيم له مميزات. نعم. من المميزات السرعة، السرية، خاصة أن التاجر معروف يعني سمعة التاجر هي تلعب دور كبير. صحيح. والمرونة هي استاذي تكون عن طريق تحديد المواعيد.
الجلسات يكون اطراف النزاع في حاله وجود نزاع بين رائد الاعمال وبين الشخص وبين الشخص الاخر ان كان مورد ان كان شركه يقدرون يتفقون على اليه معينه يقدرون يتفقون على تطبيق قانون معين يقدرون يتفقون حتى على مواعيد الجلسات وكيفيه اداره الجلسات. جميل جدا. يعني كيف من الممكن استاذ هيثم ان تساهم هذه الاتفاقيه في رفض البيئه القانونيه لاصحاب المشاريع ورياده الاعمال؟ هنا النقطة المهمة إلى وجود خبير وخبير موثوق فيه اللي هو مركز الشرق للتحكيم، فبيزودنا بالخبراء بتوعه من أول ما يبدأ بنشر الثقافة، ممكن يكون تواجدهم كمان حسب الاتفاقية في أثناء الورش والبرامج والدبلومات المهنية اللي بنقدمها لرواد الأعمال اللي بتحكي إزاي تأسس مشروعك. فبيجي دور تحكيم كخبير ان هو بيقدم جزء ان بيشرح لهم شو الامور القانونيه، شو الاجراءات الواجب اتباعها، ازاي لما يحصل مشكله كيف تعالجها، كيف تختصر، شو مزايا تحكيم، كيف كمان عقود تحكيم، ايه المقارنه بينها وبين البديل التقليدي اللي هو القضاء او اجراءات التقاضي، وزي ما تفضل الاستاذ احمد وقال السرعه، المرونه، اختصار الوقت، الرسوم. تخيل حضرتك مثلا شركه من الشركات وعندها نزاع قانوني مع مورد او 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 عميل او شركه اخرى، واستمر النزاع ده 5 سنين. طب انت ال5 سنين دول متعطل، جهدك رايح على الاجراءات القانونيه، الرسوم، الوقت. طب احنا بنقول لا، احنا عندك بديل تاني هيختصر الزمن، هيديك فرصة، مش فارض عليك مواعيد الجلسات، هيديك سرعة، ممكن تحل بكفاءة الخبير اللي هو مركز الشرق للتحكيم أو الخبراء، إن هو كمان تستمر العلاقة بينك وبين الشركة طرف النزاع، لأن هو في النهاية الخبير حكم فيصل. صحيح. فبيفصل وبيضمن استمرار التعاون. يعني الدورات ورش العمل اللي تتضمنها هذه الاتفاقية لرواد الأعمال، يعني مثل هذه الاستشارات ومثل هذه المعلومات ومثل هذه الثقافة القانونية اللي تحرصون على أن تصل إلى رواد الأعمال اللي هم الفئة المستهدفة في المقام الأول، هل تنتهي بانتهاء مثل هذه الورشة أو الدورة أو غيره؟ قصدي يعني بالتحديد فيما بعد لو واجهت رائد الأعمال معضلة في أي جانب من جوانب العمل التجاري فحاب أن يستفسر أو يأخذ استشارة قانونية من رواد أو من تحكيم. ما هي هنا النقطة إن هو الورش بتدي المعرفة أو الثقافة، لكن خلينا ناخد مثلا على شيء دايما بينصحوا بيه جماعة مركز الشرق للتحكيم، وإحنا بعد الاتفاقية كمان وقبل الاتفاقية بننصح بيه، اللي هو شرط التحكيم. أنت لما هتعمل اتفاقية أو تعاقد مع جهة فبنقول حط ضع شرط التحكيم إن لو حصل نزاع ألجأ لمين؟ ألجأ لمحاكم الشرق ولا الأولوية ألجأ لمركز الشرق للتحكيم؟ صحيح. فلما يحصل النزاع فأنا متفق مع الشخص وأنا بمضي التعاقد معاه أو بتفق معاه أن أنا هروح لمركز الشرق للتحكيم عشان يفصل في النزاع، لأن الأفضل إلي وإلك. صحيح. لطرفي التعاقد. صحيح. فالورش والدورات بتدي الاستشارة والمعرفة. صحيح. لكن بالإضافة كده حتى البروشورات حتى المطبوعات أو الملصقات أو الإصدارات الإعلامية كل دي مرحلة بس تثقيفية بتقول له وين الطريق. أكيد. لكن يقدر وقت لجوء النزاع أنه يرجع لرواد أو إحنا نواجهه التحكيم. صحيح. ويكمل إجراءات الفصل في النزاع. صحيح. يمكن إحنا نتابع جانب من ورش العمل اللي نظمت في تحديدا هذا الخصوص ولتأدية هذا الغرض بالتحديد بحضور مجموعة ما شاء الله من رواد الأعمال. هذه نظمت قريبا ولا قبل فترة من الآن؟ قبل جائحة كورونا طبعا. قبل الجائحة. ها؟ نعم. نعم. يعني أخ أحمد، ربما تصب أهداف هذه الاتفاقية على توحيد الجهود المشتركة فيما بين الطرفين لخدمة رواد الأعمال أصحاب المشاريع، يعني كيف يمكن تحقيق ذلك ويعني وأهمية مثل هذا التعاون اللي أنتم ذكرتوها قبل قليل، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ أستاذي يوم يوم يومي رائد الأعمال يثير شركة يثير مؤسسة يوم يثير مؤسسة رواد، فهم يقدمون جميع الدعم الإداري واللوجستي والمالي الموجود، لكن يتم موضوع الدعم القانوني، التثقيف القانوني، أن قبل لا يوقع على أي عقد هل قرأ الشروط، اتأكد من الالتزامات، اتأكد من محل العقد، محل العقد واضح في حالة النزاعات، هل طريقة حل النزاع واضحة، هل بينهم أول شيء في تسوية، في شخص ثالث يدخل، أم يلجؤون للمحكم على طول؟ يجون نحن الحمد لله في مركز شارقة التحكيم التجاري الدولي عندنا قائمة متنوعة. صحيح. المحكمين هندسيين. صحيح. ماليين.
قانونيين والجميع على كفاءة ومن الناس المشهود لهم في المجتمع القانوني، في المجتمع القانوني الإماراتي والمجتمع التحكيمي. صحيح، جميل. يعني كذلك لديكم من خلال خبرتكم وتجربتكم في هذا المجال بالتحديد في يعني فض النزاعات التجارية والتي تحدث والقانونية كذلك، يعني من الناحية القانونية التي تحدث بين الأطراف مختلفة في هذا المجال التجاري، أو أنتم كذلك اختصاصكم مجالات أخرى غير حتى الجانب التجاري، لكن بما أن موضوعنا تجاري الآن، يعني أغلب النزاعات التي تردكم بالتحديد ربما هناك، يعني لاحظتوا بأن ربما هناك معلومة غائبة أو ثقافة غائبة لدى رواد الأعمال، يعني ماذا بالتحديد غاب عن رواد الأعمال أو يغيب عن رواد الأعمال بشكل عام من خلال ما تم رصده من قضايا تم النظر فيها؟ هو الالتزامات إذا ما كانت واضحة أو في بنود العقد، في بنود العقد أو إذا رائد أو إذا رائد الأعمال ما كان ملم، فهني بيقع بمشكلة. نحن عشان شي نقول لا تخلوا الالتزامات تكون مفتوحة، الالتزامات تكون مغلقة، الالتزامات تكون واضحة، الالتزامات ما تكون مثل ما تكون لها أكثر من وجه أو أكثر من دلالة أو تفسير. هذا هو يعني وموضوع النزاعات في شيء، بس في نقطة معينة أن حتى أثناء النزاع العلاقة تتم مستمرة. صحيح. يعني أنت ك ك ك كرائد أعمال صح النزاع موجود، لكن العلاقة مستمرة وممكن الوصول، وأكثر شيء الحاصل أنه يوصلون لتسوية معينة يكملون العلاقة بعدها، يعني ما تفسخ العلاقة كليا بينهم. صحيح صحيح. بس هذه النقطة يعني أهم نقطة. واضح. يعني لو تحدثنا أخيثم عن يعني كيفية الإسلام في دعم مختلف القطاعات سواء كانت اقتصادية أو غيرها في داخل إمارة الشارقة من خلال هذه الاتفاقية أو هذا التعاون ككل فيما بين رواد وتحكيم. خلينا نقول مثلا، ناخد على سبيل المثال شركة من الشركات، فلنفترض أن الشركة دي أنشطتها مقسمة مثلا إلى 80% الأنشطة الروتينية اللي قائم عليها الشركة، و10% اللي هي الأنشطة اللي بتحدث طفرات في الشركة، و10% المشاكل والمعيقات، عشان رواد تضمن لأعضائها من رواد الأعمال أن هم يستمروا ويستديم التطوير وينجحوا وينموا ويتوسعوا، لازم تبدأ تخفف العثرات اللي هي 10%، فيبدأ الشركة تركز على التطوير والنجاح واستدامة النجاح. فالاتفاقية بالنسبة لنا بتبدأ من ان هي توعي رائد الاعمال يعني ايه حقوق، يعني ايه عقود، زي ما قال الاستاذ احمد يعني ايه المسؤوليات واضحة في التعاقدات، طب احنا بنتفق لما نختلف هنتصرف ازاي، هنروح لمين، هيحكم ازاي، وخصوصا ان حكم التحكيم نهائي، لان انا لما بروح مثلا خلاف قانوني او خلاف هندسي او خلاف مالي، فالمحكم انا بختاره من خلفية هندسية او مالية او كده، مش محتاج اروح المحكمة وبعدين تطلب ان تسند خبير ويكلف رسوم اضافية وهو. طيب الكلام ده لما بيحصل بتضمن ان يخلص النزاع القانوني في وقت سريع بتكلفة جيدة، وتساعدني ان انا كرائد اعمال خلاص خلصت من اللود ده وركز ان انا انشط، فالشركة بتقدم انتاج اكبر، بيصف الناتج القومي للامارة افضل، تتطور الشركات، يتطور السوق، خلاص في معيار حلو للتنافسية. لما نقول ان احنا دولة الامارات بتسعى تكون رقم واحد سواء خطة 2021 او 2071 مئوية الامارات، فبنقول ان في معيار من المعايير اسمه انفاز العقود او معدل التقاضي في القضايا التجارية. المستثمرين الكبار ممكن عايز يستثمر، انا عايز استثمر في الشارقة، طيب مش معقول ان انا معدل التقاضي انه يبقى 10 سنين ولا يكون 200 يوم. صحيح. في القضايا كمتوسط، فمعدل انفاذ العقود او التقاضي في القضايا او زمن التقاضي مهم جدا. فالاتفاقيه ديت اتفاقيه بين رواد وبين تحكيم بتهدف ان احنا نسرع معدلات التقاضي ونركز على ان احنا نخدم رواد الاعمال ان هم يركزوا في النمو والتطور واستدامه النجاح. جميل. الاتفاقيه تم توقيعها اخ احمد قبل بدايه الجائحه؟ لا استاذي، الاتفاقية من شهر تقريبا مؤخرا يعني. لكن الاستعدادات لها والاتفاقات هذه خضت يعني فترة زمنية من قبل الجائحة.
إن شاء الله. نحن نتمنى بأن إن شاء الله مثل هذه الاتفاقية يعني تسعى إلى تحقيق أهدافها وتصل بالفعل إلى تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ونتمنى كذلك مزيدا من التعاون فيما بينكم وما بين كافة يعني القطاعات المستهدفة وكذلك الأفراد من رواد الأعمال. أشكرك أخ أحمد والأخ هيثم مع حفظ الألقاب، شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم. إذن وصلنا للختام مشاهدينا، دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.